هتاف يهودي داخل إسرائيل من أجل فلسطين، وصور مؤسفة للعراقيات، أيضاً ممثل تركي يسبب الإغماء في لبنان بين قصصنا الخمس لهذا اليوم. أينما كنتم متابعينا أهلاً وسهلاً بكم. خبرنا الخامس مع اليهود الإثيوبيين في إسرائيل الذين هتفوا الله أكبر الحرية لفلسطين، وذلك أثناء احتجاجات عمت مدن إسرائيل بعد مقتل شاب أسمر برصاص شرطي خارج الخدمة. وقال الشرطي إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان، وإن الشبان هاجموه بعد ذلك، ودفع ذلك آلاف اليهود ذوي الأصول الإثيوبية إلى تحويل كل مدن إسرائيل إلى معارك في مواجهة الشرطة، وقطعوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، وأعلنوا أنهم يعانون من تمييز بسبب لونهم. في قصتنا الرابعة تدافع وحالات إغماء وانهيار وازدحام شديد أثناء وصول نجم مسلسل الحب الأعمى الممثل التركي بوراك أوزجفيت خلال حفل افتتاح متجر لبناني للملابس بالعاصمة بيروت، وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر ما جرى، وحصل عراك وتكسير بين الوافدين لمشاهدة بوراك والتقاط الصور التذكارية معه. وحسب مواقع لبنانية سقط قالب الحلوى المخصص للاحتفال بهذه المناسبة، وفي الأخير تعرض المتجر للسرقة والتكسير والتخريب، الأمر الذي دفع بأصحاب المحل إلى إقفاله وطلبوا من الناس الخروج منه. وهذا الممثل يستعد للبدء بتجسيد دور مؤسس الدولة العثمانية في المسلسل الجديد قيامة عثمان غازي، وذلك استكمالاً لسلسلة قيامة أرطغرل. حكايتنا الثالثة من مصر، حيث استقر الجهاز الفني للمنتخب على بقاء عمرو وردة في مقاعد البدلاء خلال مواجهة جنوب إفريقيا مع الفراعنة. ورغم هبوط مستوى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفراعنة، فإن المدرب تحفظ على الدفع بوردة أساسياً، وجاء ذلك بعدما تم تحذير المدرب من قبل مساعديه بأن هذا الأمر سيعد استفزازاً لقطاع كبير من الجماهير التي ترفض عودة وردة. وكان وردة قد تعرض لاستبعاد من منتخب مصر بعد اتهامه بالتحرش، وغاب بالفعل عن مباراتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إعادة اللاعب لصفوف الفراعنة بعد ضغوط من بعض نجوم المنتخب. قصتنا الثانية مع امرأة اختارت ملعب كرة قدم للاحتفال بعيد ميلادها وجمعت 2500 شخص، لكن شيئا حدث وحرمها الفرحة. لقد أصيب المئات من ضيوفها بتسمم غذائي من طعام الحفلة، وبدلا من سماع الأغاني كانت تسمعهم وهم يتقيؤون. هذه المرأة هي السيدة الأولى السابقة في الفلبين، وقد هرع سيارات الإسعاف لنقل ضيوفها إلى المستشفيات، ويزيد عدد المصابين عن 260 شخصاً. خبرنا الأبرز من العراق، البلد الأكثر حضارة وعراقة والأكثر ثراءً بالنفط. لقد خرجت من سجونه صور مؤسفة ومهينة لمعتقلات مع أطفالهن بوضع مزر، ويتهمن بالإرهاب. تظهر إحدى الصور التي سربتها منظمة Human Rights Watch من معتقل تل كيف في محافظة نينوى سجينات يجلسن على الأرض وملابسهن وممتلكاتهن معلقة على الجدران، ويرى الأطفال أيضا في زنزانة. وفي نفس المعتقل صور أيضا لشباب ملتفين على الأرض في زنزانة ضيقة للغاية، حتى أنهم غير قادرين على الاستلقاء بالكامل. الحقوقي العراقي أكرم البياني قال لCNN إن الفساد في أعلى مستوياته والموظفون في مثل هذه الأماكن، وكان يفترض أن تكون هذه السجون أمكنة لإعادة التأهيل، لكن إذا قامت السلطات بإيواء المحتجزين في مثل هذه الظروف يمكن أن تتخيل فقط ما سيحدث لهم بعد إطلاق سراحهم. وقالت Human Rights Watch أن ظروف المعتقلين في تلك السجون مهينة ومزرية للغاية. إذن مشاهدينا، بهذا الخبر نختتم موجز اليوم من عربي بوست، ما هو أهم خبر بالنسبة لكم؟ أخبروني في التعليقات أدناه، وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. أراكم في موجز جديد.